مرحبا يا أصدقاء، أنتم تشاهدون قناة رويش تي في، وهذه هي رسالة الفلك إليكم اليوم لكل برج من الأبراج. تعالوا معي. برج الحمل. القوة الحقيقية لا تنبعث من القدرة على هزيمة الآخرين، بل من القدرة على هزيمة نفسك. عندما تتغلب على تحدياتك الداخلية وتتجاوز مخاوفك وشكوكك، ستصبح قادرا على تحقيق أي شيء تتطلع إليه. برج الثور. النجاح ليس نهاية الطريق، بل هو محطة على طول الرحلة. علينا أن نحافظ على الاستمرارية والتطور والنمو، حيث يكمن الإلهام والتحدي الحقيقي في مواجهة اللحظات الصعبة بقوة وثقة. برج الجوزاء. الأحلام هي بذور الإنسانية التي تنمو في تربة الإيمان والعمل الجاد. عندما نركز على بذل جهدنا لتحقيق أحلامنا ونؤمن بقدرتنا على تحقيقها، فإننا نبني جسرا بين الواقع والأمل. برج السرطان. القوة الحقيقية للإنسان تكمن في قدرته على تحمل الصعاب والمواجهة. عندما نمر بتحديات تبدو غير قابلة للتحمل، يجب أن نتذكر أن لدينا قوة داخلية للتغلب عليها والنهوض من جديد. برج الأسد. التغيير ليس مجرد ضرورة، بل هو فرصة للنمو والتطور. عندما نتقبل التغيير بقلب مفتوح وعقل مستعد، نتيح لأنفسنا الفرصة لاكتشاف إمكانيات جديدة واستكشاف آفاق غير متوقعة. برج العذراء. الحياة تمنحنا فرصا لا حصر لها للتعلم. يجب أن نكون دائما مستعدين لاستقبال التحديات واستخدامها كفرصة لبناء شخصيتنا وتعزيز إيماننا بقدرتنا على التغلب. برج الميزان. الأمل هو مصدر لا ينضب من القوة والإصرار. حينما نتعلم كيف نحافظ عليه حتى في وجه الصعوبات، نغدو قادرين على تحويل الظروف الصعبة إلى فرص للنمو والتحسن. برج العقرب. العالم لا يقف أمام الأبطال فقط، بل ينحني لأولئك الذين يثبتون إرادة حقيقية للتغيير والتحسن. عندما نتحدى الصعاب ونسعى لتحقيق أهدافنا، نصبح مصدر إلهام للآخرين ونفرض تأثيرا إيجابيا على العالم. برج القوس. الحياة تقدم لنا مجموعة لا حصر لها من الفرص للتعلم والنمو. في كل تحدي نواجهه، نجد فرصة لاستكشاف قوتنا وإمكانياتنا الجديدة. إن كيفية تفاعلنا مع هذه التحديات تحدد مسار نمونا وتشكل طبيعة شخصيتنا. فلنتقبل كل تجربة بقلب مفتوح وعقل متنور، ولنسعى إلى تطوير أنفسنا بشكل مستمر. برج الجدي. يكمن الجمال الحقيقي في قدرتنا على النظر إلى العالم من منظور مختلف، من ناحية تفاؤلية وإيجابية. عندما نتعلم كيف نرى الجمال في التفاصيل الصغيرة ونقدر اللحظات الهادئة، نجد أن السعادة تنبع من الداخل وتملأ حياتنا بالإشراق والسرور. برج الدلو. العزيمة هي مفتاح الصمود أمام الصعاب وتحقيق النجاح. عندما نمتلكها إلى جانب الإصرار على التغلب على التحديات، سوف نبدأ في صقل أنفسنا وتطوير قدراتنا. العزيمة هي ما يمكننا من الوقوف صامدين في وجه الرياح والأمواج والسباحة في عمق المجهول. برج الحوت. الإيجابية هي سر النجاح والسعادة. عندما نتبنى نهجا إيجابيا في الحياة ونتعلم كيف نركز على الجوانب المشرقة والفرص، نفتح أمامنا أبوابا لا نهاية لها من الإمكانيات. الإيجابية تشكل الأساس لبناء حياة مليئة بالسعادة والإنجاز.